اهلا بكم في تكملة حل اسئلة كتاب الفيزياء للصف الثالث الثانوي الصناعي. هحل في الفيديو ده الفصل الثالث المجال المغناطيسي لتيار كهربي. اجابة السؤال الاول، اذكر العوامل التي تتوقف عليها كثافة الفيض المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهربي في الحالات الاتية: رقم 1 في سلك مستقيم، رقم 2 في ملف دائري، رقم 3 في ملف لولبي. اول حاجة في سلك مستقيم، العوامل اللي بيتوقف عليها اول حاجة شدة التيار الكهربي I، كثافة الفيض المغناطيسي تتناسب طرديا مع شدة التيار، يعني لو كثافة الفيض المغناطيسي زادت شدة التيار الكهربي هتزيد، لو كثافة الفيض المغناطيسي قلت شدة التيار الكهربي هتقل. تاني حاجة بيتوقف عليها بعد النقطة عن السلك اللي هو دي اللي هي المسافة، كثافة الفيض المغناطيسي تتناسب عكسيا مع بعد النقطة عن السلك، يعني كثافة الفيض المغناطيسي لو زادت بعد النقطة عن السلك هيقل، لو كثافة الفيض المغناطيسي قلت بعد النقطة عن السلك هيزيد. تاني حاجة في ملف دائري، العوامل اللي بتوقف عليها اول حاجة عدد لفات الملف N، كثافة الفيض المغناطيسي تتناسب طرديا مع عدد لفات الملف، يعني لو كثافة الفيض المغناطيسي زادت عدد لفات الملف هتزيد، لو كثافة الفيض المغناطيسي قلت عدد لفات الملف هتقل. رقم 2 نصف قطر الملف R، كثافة الفيض المغناطيسي تتناسب عكسية مع نصف قطر الملف، يعني لو كثافة الفيض المغناطيسي زادت نصف القطر هيقل، لو كثافة الفيض المغناطيسي قلت نصف القطر هيزيد. تالت حاجة شدة التيار الكهربي I، كثافة الفيض المغناطيسي تتناسب طردية مع شدة التيار الكهربي، يعني لو كثافة الفيض المغناطيسي زادت شدة التيار الكهربي هتزيد، لو كثافة الفيض المغناطيسي قلت شدة التيار الكهربي هتقل. رقم 3 في ملف لولبي، العوامل اللي بتوقف عليها 1 عدد لفات الملف N، كثافة الفيض المغناطيسي تتناسب طرديا مع عدد لفات الملف، يعني لو كثافة الفيض المغناطيسي زادت عدد لفات الملف هتزيد، لو كثافة الفيض المغناطيسي قلت عدد لفات الملف هتقل. تاني حاجة شدة التيار الكهربي I، كثافة الفيض المغناطيسي تتناسب طرديا مع شدة التيار الكهربي، يعني لو كثافة الفيض المغناطيسي زادت شدة التيار الكهربي هتزيد، لو كثافة الفيض المغناطيسي قلت شدة التيار الكهربي هتقل. تالت حاجة طول الملف L، كثافة الفيض المغناطيسي تتناسب عكسية مع طول الملف، يعني لو كثافة الفيض المغناطيسي زادت طول الملف هيقل، لو كثافة الفيض المغناطيسي قلت طول الملف هيزيد. إجابة السؤال التاني، ما معنى أن كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة بتساوي 3/10 تسلا؟ طالما بيقول لك ما معنى فكده هنكتب تعريف، يبقى معناها ان كثافة الفيض المغناطيسي التي تولد قوة مقدارها 3/10 نيوتن على سلك طوله 1 متر ويحمل تيار شدته 1 امبير هو 3/10 تسلا. اجابة السؤال التالت، اذكر فائدة واحدة لكل من: رقم 1 قاعدة اليد اليمنى الامبير، فائدتها اننا بنمسك السلك المستقيم باليد اليمنى بحيث ان يكون الابهام هو اتجاه التيار اللي ماشي في السلك المستقيم، ويكون الاصابع اللي حوالين السلك هي اتجاه خطوط الفيض المغناطيسي. تاني حاجة قاعدة اليد اليسرى لفليمنج بتستخدم في تحديد اتجاه القوة، وبتنص على ان بنخلي اصابع اليد اليسرى التلاتة اللي هي ابهام والوسطى والسبابة متعامدة على بعض، بحيث بنخلي الوسطى هو اتجاه التيار والسبابة اتجاه المجال المغناطيسي والابهام هو اتجاه القوة. السؤال الرابع، اذكر العوامل التي تتوقف عليها القوة المؤثرة على سلك يحمل تيارا، وما هي علاقة هذه القوة بكل هذه العوامل؟ العوامل، أول حاجة طول الموصل L، القوة تتناسب طرديا مع طول الموصل، يعني القوة لو زادت طول الموصل هيزيد، لو القوة قلت طول الموصل هيقل. تاني حاجة شدة التيار الكهربي I، القوة تتناسب طرديا مع شدة التيار الكهربي، لو القوة زادت شدة التيار الكهربي هتزيد، لو القوة قلت شدة التيار الكهربي هتقل. رقم 3 كثافة الفيض المغناطيسي B، القوة تتناسب طرديا مع كثافة الفيض المغناطيسي، يعني القوة لو زادت كثافة الفيض المغناطيسي هتزيد، لو القوة قلت كثافة الفيض المغناطيسي هتقل. ايه هي بقى علاقة القوة بالعوامل دي؟ احنا عندنا القوة بتتناسب طرديا مع ال L وال I وال B، فنقدر نقول ان ال F تتناسب طرديا مع ال B في ال I في ال L، يبقى ال F هتساوي B في I في L، ده لو عمودي على السلك، لو في زاوية يبقى ال F هتساوي B في I في L ساين ثيتا. بعد كده هنحل المسائل. مسألة رقم 1، سلك طوله 30 سنتيمتر، يبقى ال L بتساوي 30 وحول السنتيمتر المتر، هضرب في 10 أس سالب 2 متر، يمر به تيار شدته 10 أمبير،
يبقى الاي بتساوي 10 امبير، وعند وضع هذا السلك عموديا في مجال مغناطيسي تأثر بقوة قدرها 20 نيوتن، يبقى الاف بتساوي 20 نيوتن. احسب كثافة الفيض، عايز البي، احنا عندنا قانون القوة اف بتساوي البي في الاي في ال، احنا عايزين البي، يبقى هنطلع البي من القانون، يبقى البي هتساوي اف على اي في ال، والاف والاي والال عندنا، يبقى هنعوض تعويض مباشر، فهتساوي الاف ب 20 على الاي ب 10 في ال ب 30 في 10 اس سالب 2 هتساوي 6,676 من 1000 تسلا. يبقى كثافة الفيض بي بتساوي 6,667 من 1000 تسلا. مسألة رقم 2، سلك طوله 20 سنتيمتر، هنحوله المتر هنضرب في 10 اس سالب 2، يبقى ال هتساوي 20 في 10 اس سالب 2 متر، يحمل تيارا شدته 10 امبير، يبقى الاي هتساوي 10 امبير، وضع في مجال مغناطيسي كثافة فيضه 2 تسلا، يبقى البي بتساوي 2 تسلا. احسب القوة المؤثرة على السلك، عندما يصنع هذا السلك مع اتجاه خطوط الفيض المغناطيسي الزوايا الآتية: أ 45 درجة، ب 30 درجة، ج 0 درجة، د 180 درجة. يبقى عايز الاف في الزوايا دي. أ لما تكون الزاوية 45 درجة هنكتب قانون الاف، الاف بتساوي ب في اي في ال ساين ثيتا، يبقى الاف هتساوي البي ب 2 في الاي ب 10 في ال 20 في 10 اس سالب 2 في الساين الثيتا 45، هتساوي 2,828 من 1000 نيوتن. يبقى لما كانت الزاوية 45 درجة الاف بتساوي 2,828 من 1000 نيوتن. ب لما تكون الزاوية 30 درجة هنستخدم نفس القانون، يبقى الاف هتساوي البي ب 2 في الاي ب 10 في ال ب 20 في 10 اس سالب 2 في الساين ثيتا ب 30 هتساوي 2 نيوتن. يبقى لما كانت الزاوية 30 درجة القوة F بتساوي 2 نيوتن. ج لما تكون الزاوية بصفر درجة هنستخدم نفس القانون، يبقى ال F بتساوي ال B ب 2 في ال I ب 10 في ال L ب 20 في 10 أس سالب 2 في ساين صفر هتساوي 0 نيوتن. يبقى لما كانت الزاوية 0 درجة القوة كانت 0 نيوتن. د لما تكون الزاوية 180 درجة هنستخدم نفس القانون، ال F بتساوي ال B ب 2 في الاي ب 10 في ال ال ب 20 في 10 اس سالب 2 في ساين الزاويه 180 هتساوي 0 نيوتن. يبقى القوه لما كانت الزاويه 180 بتساوي 0 نيوتن. مساله رقم 3، سلكان مستقيمان متوازيان طولهما المتقابل 1 متر، يعني ال 1 بتساوي ال 2 بتساوي 1 متر، والمسافه بينهما 10 سنتيمتر، يبقى دي بتساوي 10 في 10 اس سالب 2 متر، يمر فيهما تيارا شدته 20 امبير وفي نفس الاتجاه، يبقى الاي 1 بتساوي اي 2 بتساوي 20 امبير. احسب القوة المتبادلة بينهما ثم بين نوعها. يبقى عايزين الاف، احنا عندنا ال 1 بتساوي ال 2 واف 1 بتساوي اف 2، يبقى قانون القوة اف بتساوي ميو في اي 1 اي 2 في ال على 2 باي دي، الميو مقدار ثابت بتساوي 4 باي في 10 اس سالب 7، نعوض في المعطيات، يبقى الاف بتساوي الميو ب 4 باي في 10 اس سالب 7 في الاي 1 ب 20 في الاي 2 ب 20 في ال ب 1 على 2 باي في الدي ب 10 في 10 اس سالب 2، فهتساوي 8 في 10 اس سالب 4 نيوتن. يبقى القوه المتبادله بتساوي 8 في 10 اس سالب 4 نيوتن. نوع القوه قوه تجاذب، لان التيار في السلكين في نفس الاتجاه. وبكده اكون خلصت حل الفصل الثالث المجال المغناطيسي للتيار الكهربي، اتمنى تكونوا استفدتوا.